توفي رجل ولي عنده دين مبلغ 6000 ريال، وعندما بلغني خبر الوفاة قلت سامحه الله سامحه الله سامحه الله في هذا الدين الذي لي عنده. وبعد فترة من الزمن حضر ابن هذا الرجل وأعطاني 2000 ريال من الستة فأخذتها، هل يجوز لي أخذها بعد أن سامحته؟ لا، ما يجوز لك أخذها ما دام سامحته، إنها لا تحل لك، يجب عليك ردها على ورثته وتقول لهم أنا قد سامحته. نعم.